بيعملوا فيها عمليه حاضر. مين معاه لابس كفات يا شباب؟ مين لابس كفات؟ احنا كتبنا يا عم هدول مش مكتوب عليه. لقيت كل شهرين يعني 15 يوم نشتغل. حد فيك يصور حد يدور يعني اللي بس في الثلاث ايام بس هذول لما رمنا عليهم الدفاع المدني. اها هاتي كيك يا شباب، هاتي كيك يا شباب، كلها تمام، كلها حسن، بلاش ندفن، كلها حسن، ندفن عدوى فيه بالجبال يا بالجبال يا اخوها لطرتي نمساح وحفظ هاتي كيك يا بلاك هاتي كيك هي علي بلاك نمساح للحلاك ابو في ابو شرد فرح والله ما معاه شيك يا عمو كده لا والله يا ربي حاج يعني معيوش يجي من الدير من جبال يا لهان هاي قصدي معيوش يجي في جبال في جبال في الحمد لله مش متحلل الجثمان تبعه حتى الثاني مثل ما هو يعني حطنا هنا وقعدنا أكثر من الساعة وما في ريحة إلها لكن زي ما هم هو الابتسامة على وجهه وأوعية عرفناه من أوعية ومن كتبت اسمه كتبت الشهيد أحمد عبد الرحمن صالح يوسف وحطينا الورد ورشيت العطر عليه يعني أنا هالحين بدي أعرف أنام وأنا مرتاحة أنا مطمنة أن ابني دفنته بإيده الحمد لله اللهم لك الحمد اللي ما ضلش مع اليهود.